يسعدنا في هذه اللحظات يكون معانا الكابتن حسام البدري المدير الفني. بنبارك لك طبعا يا كابتن حسام. في البدايه قراءه كانت جيده جدا لحضرتك طبعا خارج الخطوط لفريق انبي. حضرتك طبعا اشتغلت بشكل كبير الفتره اللي فاتت محاضرات فنيه. النهارده بنحييك طبعا على الاداء وعلى المجهود، وكلمنا بشكل عام تقييمك للمباراه. الاداء النهارده ضغطنا في كل حته في الملعب وظهرنا بشكل جيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للكابتن فاروق، كابتن شريف، كابتن ربيع، كابتن اسامه عرابي، تحياتي ليكم. طبعا الحمد لله على الفوز النهارده، وبقول فوز كل ثلاث نقاط بيبقوا مهمين جدا بالنسبه لنا، لكن يبقى برضو بتبقى مرحله وحسابات المباراه بتبقى مهمه جدا بحسابات الجدول وبحسابات النقاط وبحسابات نقاط المنافسين، فبيبقى في اهداف اخرى، وحتى الاهداف دي بتوصل للعيبه من خلال تحضيرنا للمباراه، سواء قبل المباراه للتحضير او حتى في المحاضره النهائيه. فكان يعني ثلاث نقاط مهمين بيحطونا في مرحله عاوزين نوصل لهدف معين، فهم النهارده كان عنق بالنسبه لنا ان احنا نوصل للمرحله دي ونبدا بقى ان شاء الله نصل للهدف اللي احنا عاوزينه. فرقه انبي فرقه مميزه وهاب من المدربين المميزين، لكن انا بقول طبعا يمكن احنا توقعنا السيناريو، وبالذات يعني تحضيرنا للمباراه كان بالذات حته الضغط اللي هنعمله على اساس نبقى في وضع هجومي ايجابي خلال مباراه انبي. اتفرجنا عليهم طبعا، وكان كل الاحتمالات في المباراه اللي فاتت ان هعمل ضغط متقدم، وفي نفس الوقت اما تاكدنا من الكلام ده كمان حتى من الفكر اللي انا كنت بتوقعه. يمكن ايهاب النهارده لعب بشكل كبير زي مباراه الاسماعيلي، لكن لما شفت السكور شيت تاكدت ان هو حاول يلعب 3-4-3 ويعمل عمق هجومي، وبيعتمد على محمد مجدي طبعا هو يبقى قدام الناس ويستلم. كل الكلام دوت توقعنا حتى وتاكدنا ما شفنا السكور شيت، فكان قررنا برضو زي ما حضرنا المباراه للضغط اللي من قدام، ونحرمه من هم طبعا يستخدموا الشكل اللي هم يفكروا فيه، لكن كان في برضو يعني خطا مننا، وبالذات الاندفاع اللي كان بيتم عن طريق الاثنين نص الملعب المدافع كان بيدي فرصه للراجل رقم ثلاثه يتحرك في ظهرنا، وده اللي انا زعقت عليه وانا يعني اثناء الشوط الاولاني، وده اللي اتاكد اللعيبه بين الشوطين على اساس ان هو بيحاول يستخدم باسيوني ناحيه هاني شويه. ثلاثه ده بيبتدي يضم جوه في ظهر الاثنين الديفندر، وباسيوني بيحاول ياخد المساحه دي. يمكن دي اتعملت في الشوط الاولاني اكثر من مره، لكن ما كانش فيها ايجابيه بالنسبه لفريق انبي، لكن لا كان باسيوني بيستلم، كان الراجل بيتحرك ويفضي مساحه، فبالتالي كان من الطبيعي جدا ان هاني يضم جوه، فكان في مساحه فاضيه للراجل دوت. اتصلحت الكلام ده برضه في طريق ضغطنا في الشوط الثاني، وفكرنا في المباراه كان